نشكر قناة صلاح الدين الفضائية لاهتمامها باهتمامها بهموم المواطنين ومشاكلهم ومعاناتهم. وفي الحقيقة أنه قناة صلاح الدين هي القناة السباقة في نقل هموم المواطنين. ونحن من خلال قناتكم نوجه رسالة إلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وإلى المسؤولين في محافظة صلاح الدين وخاصة السيد المحافظ الاهتمام بموضوع الدور المدمرة من جراء العمليات العسكرية. فحقيقة احنا هاي المنطقة منطقة القادسية في مدينة تكريت حقيقة هم الناس كلها ناس مدنيين. من دخل داعش بال 2014 العالم خرجت من بيوتها بسبب دخول داعش وتركت البيوت لاجل تحريرها من قبل القطاعات العسكريه. وبعد تحرير مدينه تكريت بال 2015 حقيقه احنا عدنا الى الدور فوجدنا انه هاي الدور كلها دورنا مهدمه بالكامل محطمه مسويه بالارض وبالاضافه الى اثاثنا وسياراتنا وكل ما نملك. فالحقيقه احنا بدا المواطن يعاني خاصه احنا من سنه ونص رجعنا الى مدينه تكريت. فخلال هاي الفتره خلال فتره التاجير كنا ندفع ايجارات خاصه من المنطقه الشماليه ايجارات كانت باهظه جدا ومكلفه للمواطن. وايضا ما رجعنا هنا لم نجد دورنا مثل ما يقول سالمه. فاحنا اضطررنا الى انه ناجر بيوت وتدى الايجارات هسه اقل ب 500 و600 الف دينار بالشهر. وهذا يعني مثل ما يقول يبهض المواطن من ناحيه الماديه. واحنا تدري هم ناسنا يعني لا شغل لا عمل لا كل شيء ما عندنا. فبدينا نعاني معاناه كلش صعبه. فاحنا من خلال قناتكم الموقره نطالب المسؤولين بالدوله وعلى راسهم السيد رئيس الوزراء والبرلمان العراقي لبيان موقفهم من التعويضات اللي للمواطنين، لان المواطن بعد ما يستحمل اكثر من هذا. فنطلب من الدوله انه تخلي جدول زمني للتعويضات للمواطنين حتى يقدر المواطن انه يقدر يبني له بيت، يقدر يامن سكن، حتى لو سلف العفو حتى لو سلف عاجله للمواطنين. يعني بدل ايجارات هسه مؤقته بين ما يصير التعويض حتى واحد يقدر يشوف طريقه يقدر يواكب الحياه. اشكر قناه صلاح الدين على هذه الفرصه لكي توصل صوتنا الى الحكومه المركزيه حتى تشوف وضعنا وتشوف وضعنا وحالتنا. حاليا احنا قاعدين كلتنا قاعدين ايجارات وهذا البيت حسب الوثائق اللي تشاهدوها انتم والصور هاي قبل التفجير بيتي زين. واحنا نطالب الحكومه التعويض ولا حد الان احنا ماكو اي يعني اي شيء باتجاهنا فنطالب الحكومه انه تفتون هذا الامر. ومو بس ثاني طبعا مو احكي عن نفسي يعني كثير من الناس المساكين اللي لا حول ولا قوه والتعويضات تأخرت وما نعرف شنو اللي نتائج. فنشكركم نشكر قناة صلاح الدين اللي تحتنا هاي الفرصة لكي توصل صوتنا. ايش قد يعني من خلال البناء من الأساس جاي يكلف عليك هذا الدار؟ والله هذا 6 سنوات أنا أشتغل بهذا، تدري هذا كله مواصفات وأنتوا عندها كل الصور والوثائق اللي تأكد هذا الشيء. ويعني شو اقول لك يعني والله كلف علينا كثير يعني ما كنا نحسب احنا جيد عدا الاثاث اللي موجود عدا الوضعيه ما نعرف يعني كلف يعني هو صدر بها امر قاضي يعني بس وان شاء الله خير. مشكورين. عفوا. شكر جزيل لقناة صلاح الدين لإثارتها موضوع التعويضات. أنا واحد من أصحاب الأملاك اللي وقعت، كنت أملك عمارة مكونة من طابقين 4 شقق 3 محلات
مستفادين منها ثمان عوائل تهجرت ونزحت وراحت من هذا المكان، بالإضافة إلى شوفت عينك صارت مكب للنفايات وللأنقاض، وداخل مدينة تكريت في مركز مدينة تكريت. مسألة التعويضات لحد الآن لا ثارها مجلس محافظة ولا محافظ ولا مجلس بلدي ولا تطرق لها أي إنسان، بالإضافة إلى أنه إحنا خسرنا كثير للمعاملة ومحكمة ومحامي ومخمن وجيب ودفعنا مبالغ معينة على أساس أنه التعويضات تثار ومن ثم نستلم حتى نعيد لياقة هذا البناء أو هذا المكان. لحد الآن ما شفنا أي شيء، حتى وعود ماكو، حتى كلام ماكو عن الموضوع، النسى تماماً إن كان مدينة تكريت ولا بغير مدينة تكريت. بالإضافة إلى مدينة تكريت أول مدينة رجعوا أهلها وعادت لياقتها، ولكن وين دور الحكومة بهالموضوع هذا، موضوع التعويضات؟ وين إحنا؟ هذا رجل أيضا انهدم بيته، بنى على أموره الخاصة، لكن أنا بناية ما أقدر أعيدها، حتى بلدية هسه لرفع الأنقاض ماكو. إحنا نريد من مجلس المحافظة، من المحافظ، من البرلمان، من الحكومة، شوفوا موضوع التعويضات وين صار، شنو ذنب الناس اللي ضررت؟ استاذ هاتم من خلال تغطيتنا شفنا هي صارت عرصه يعني. دفعنا فلوس حتى بس نشيل الانقاض الموجوده، لان املاك ناس كانت وبيوت واثاثهم، بالاضافه لانه كانت خطوره على الناس، لان هي ايله للسقوط كانت منتهيه، يعني شكلها كان لابد وان يزال. انطينا فلوس حتى تنشال، وشوفت عينك صارت قاع عدله وماكو اي نتيجه، لا تعويض ولا غير تعويض. عدا انه احنا نطالب هسه ان كان البرلمان وان كان حكومه، مجلس محافظه، المحافظ، خلي ينطونا حتى لو بعد بالكذب حتى نطمئن انفسنا، ونطالب البلديه ايضا برفع هاي الانقاض، اصبحت مكب للنفايات وللانقاض. يعني انا ما مسعد يوميا انظف المكان ومن ثم القي ثاني يوم عندي انقاض. فنطالب ان كان دوائر الخدميه للمحافظه، بلديه غير بلديه، لرفع الانقاض بالاضافه الى التعويضات. وين الحكومه المحليه؟ يعني ليش ننسى هذا الملف؟ حتى لو بالأخبار ما يجي، حتى لو كذب، وكذبوا علينا، تعودنا على الكذب، بس كذبوا علينا، خل نفهم وين إحنا؟ تردون نهاجر، تردون نعيد لياقتها؟ منو اللي عمر المدينة غير إحنا؟ بس بشنو نعمر؟ بعد الخسائر اللي تلقيناها، شنو نعمر؟ ماكو غير قناة صلاح الدين، وبارك الله بكم، خلف الله عليكم، هذا اللي تقدروا له، وصلوا صوتنا للمسؤولين إنه خليجون يشوفون اللي صار بينا، وبعدين ما راح نعمر المدينة، بشنو نعمرها؟ عاوني وعاونك حتى أقدر أنا أسوي شيء.